سبق وأن طلب البابا بولس الثاني زيارة العراق في عام 2002 في وقت النظام الوطني، ووقتها رفض النظام هذه الزيارة. رفض، ما رفضها بالمباشر، وإنما شكل لجنة من كبار علماء العراق من كل المذاهب، وفيهم الأخ بهنام غصوف عالم الآثار اللي هو مسيحي، وهو الذي أصر على رفض الزيارة لأسباب. السبب الأول أنه اللي رفض للزيارة قال إحنا ما شفنا الفاتيكان، استنكر الاحتلال البربري العراق اللي حصل في عام 2000، ولا استنكر كلام بوش عندما قال الحرب هي حرب صليبية، ولا استنكر وجود بوش ليلة 17 على 18 اللي هي بدأ الهجوم بها على العراق في إحدى الكنائس ليثبت أنه هذه الحرب دينية. هذه لا طالما هو لم يستنكر، فلذلك طالب وبشدة وكان مصر على عدم قبول الزيارة، وفعلا رفضت الزيارة.